بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وسئل أي الناس خير؟ فقال: مؤمن مجاهد بماله ونفسه في سبيل الله. قال: ثم من؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصحة والفراغ نعمتان من نعم الله مغبون فيهما كثير من الناس. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض جسدي فقال: اعبد الله كأنك تراه، وكن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على ناس جلوس فقال: ألا أخبركم بخيركم من شركم؟ فسكت القوم، فأعادها 3 مرات، فقال رجل من القوم: بلى يا رسول الله. قال: خيركم من يرجى خيره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله في كتاب المواعظ والحكم، منها ما جاء عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وسئل أي الناس خير؟ الخيرية في هذه الأمة أمة الخير، أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ففيها الخير، ولكن يتفاضل الناس فيها بحسب أعمالهم. فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أيهم خير؟ من أخير يعني من هؤلاء الخيار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مؤمن مجاهد بماله ونفسه في سبيل الله. هذا أفضل المؤمنين وأكمل المؤمنين إيمانا، إنسان آمن بالله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم، وآتى ما أمره الله عز وجل أن يؤتيه، واجتنب ما حرمه الله عز وجل عليه، وزاد بأنه مجاهد في سبيل الله سبحانه، جاهد بماله ونفسه، يبقى خرج فأنفق ماله في سبيل الله عز وجل، وكذلك نفسه جعلها لله سبحانه، جعلها في سبيل الله. فهذا من خير الناس المؤمن، وهنا شرطه أن يكون مؤمنا، ليس منافقا يظهر هذا الشيء، ولكن هذا مؤمن قلبه ممتلئ بالإيمان، يعمل هذا العمل العظيم الجهاد بالمال وبالنفس في سبيل الله. قال: ثم من؟ من يلي هذا في الخيرية؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره. يبقى هذا الثاني، مؤمن في شعب من الشعاب، يعني مؤمن معتزل الناس، والشعب المكان الذي بين الجبلين، كأنه ابتعد عن الناس، خاف أن يؤذي الناس، وخاف من أذى الناس، خاف من الفتن في وجوده بين الناس، لم يكن كالأول، الأول أفضل منه. فالمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم ويجاهد في سبيل الله، هذا خير ممن يعتزل الناس، وإن كان في كل منهما خير. فهذا الثاني مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله، يتقي أن يغضب الله، كأنه وجد في نفسه لو أنه كان مع الناس سيغضب ربه، سيكون مثل الناس في معاصيهم، فاعتزل الناس في جبل من الجبال وصبر على ذلك حتى لقي الله سبحانه. يتقي الله ويدع الناس من شره، يبقى هو لا يتسبب في شر للناس ولا يقتدي بالناس في شرورهم، فاعتزل الناس. فالعزلة تكون حسنة للإنسان الذي يجد الفتن كثيرة ولا يقدر أن يقاومها، ويخاف أن يتأثر وأن يترك دينه، يبقى على ذلك العزلة أفضل له. فإذا فعل ذلك وصبر عليها
هذا جهاد أيضا، يجاهد نفسه في ذلك، ومن يطيق أن يكون وحيدا بعيدا عن الناس جميعهم ويصبر على أنه يتقي الله وعلى أنه يطيع أمر الله سبحانه لغاية ما يأتيه الموت وهو على ذلك، لا شك أن هذا دليل على قوة إيمان هذا الإنسان، فذكره النبي صلى الله عليه وسلم في المرتبة التي تلي المجاهد في سبيل الله عز وجل. من الأحاديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصحة والفراغ نعمتان من نعم الله مغبون فيهما كثير من الناس، مغبون فيهما كثير من الناس. الغبن يأتي بمعنى النقصان، النقصان تقول غبنني في السلعة، بمعنى اشترى هذه السلعة بثمن بخس قليل، وغبنني في الثمن كأنه أعطاني ثمنا قليلا يسيرا ضحك عليه. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، كأنه نقصوا أنفسهم بسبب ذلك، ضيعوا أعمارهم، ضيعوا فراغهم، فشعروا يوم القيامة أنهم خسروا. المؤمن رأس ماله العمل الصالح لله سبحانه، العمر الذي هو فيه، عمرك لا يعوض أبدا، ما فيش حاجة أبدا تعوض هذا العمر. عمرك خلقك الله عز وجل في هذه الدنيا لتمضي في عمرك خلالها في طاعة الله سبحانه وتبارك وتعالى. اليوم الذي يذهب لا يرجع مرة أخرى. يبقى الإنسان لو مكتوب له يعيش في هذه الدنيا 1000 يوم 10,000 يوم هيعيش فيها، اليوم اللي يعدي مش هيرجع تاني، ويستغل هذا اليوم في صلاة، في طاعة، في أمر المعروف ونهي عن المنكر، في اجتناب ما حرم الله سبحانه وتبارك وتعالى، يستغل كل لحظة من لحظات اليوم يقدر أن يستغلها، يستغلها في طاعة الله سبحانه وتبارك وتعالى. فإذا مر اليوم يقعد يحاسب نفسه الإنسان، عملت استفدت إيه النهاردة، كالتاجر الذي يبيع ويشتري في آخر اليوم يحاسب نفسه، عملت إيه النهاردة، ربحت قد إيه، خسرت قد إيه. يوم الشيء الذي وقع فيه من خطأ لا يرجع إليه ثانيا لأنه يحاسب نفسه. فهذا عمر الإنسان، نعمة من الله عز وجل على العبد أن يعطيه هذا العمر، أن ينزل هذا الدين العظيم ليعلم عباده، ولا يكون للناس على الله حجة بعد أن أنزل الكتب وأرسل الرسل سبحانه وتبارك وتعالى. فهنا يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إن الصحة والفراغ نعمتان من نعم الله مغبون فيهما كثير من الناس. نعمة الصحة ونعمة الفراغ. الصحة عكسها المرض، الفراغ وعكسه الشغل الانشغال. فالإنسان إذا أعطاه الله صحة وأعطاه فراغا وضيع في اللهو والعبس، يبقى هذا يلوم نفسه يوم القيامة، يقول يا ريت، يا ريتني عملت، يا ريتني صليت، يا ريتني صمت، يا ريتني أمرت بمعروف، يا ريت، فيندم وخلاص انتهى الأمر، ما فيش رجوع إلى الدنيا مرة أخرى، فيجد نفسه قد خسر، خسران، مغبون، انضحك عليه. مين اللي ضحك عليك؟ مين اللي ضحك عليه؟ شيطانك أغواك وأنت ضحكت على نفسك، أنت اللي خدعت نفسك، لا تلومن إلا نفسك. ولذلك جاء في الحديث: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يبقى أنت اللي ضحكت على نفسك، أنت اللي خدعت نفسك، أنت اللي لهيت ولعبت وضيعت هذا العمر اللي مستحيل تجد له قيمة. العمر تدفع قصاده قد ايه؟ قصاد العمر انك تشتري من انسان، وتقدر تشتري من انسان عمره، تقدر تشتري من انسان لا ساعات او لحظات، لا تقدر. يبقى العمر ما هواش يباع ولا يشترى، العمر هبة من الله سبحانه للانسان، اعمل في خلال عمرك هذا. فذكر لنا نعمتين، ونعم الله عز وجل على العباد عظيمة وكثيرة، فمن هذه النعم النعم التي يغبن فيها الانسان، يخدع فيها، يخدعه شيطانه ويخدعه هواه، تخدعه نفسه في الصحة والفراغ. كم من إنسان يكون صحيحا ولكن ليس فارغ، مش فارغ، مشغول، وراه شغل الصبح وشغل بالليل وأكل عيش وعيال كتير، وراه شيء ما فيش فراغ عنده. وكم من إنسان يكون فارغا، فارغ عنده وقت كتير بس مريض، ما بيقدرش لا يقرأ ولا يعرف أنه هو يحصل، ولا يحضر مجالس علم، ولا يحضر للصلوات، ولا يفعل كذا ولا يفعل. هنا يجتمع الإثنان للإنسان، إنه عنده صحة وعنده فراغ. فراغ مش معنى عاطل، مش معنى عاطل، لا،
المسلم لا يكون عاطلا أبدا، ولكن الله سبحانه كفاه قد يكون تاجر بيشغل ماله يروح يقعد ساعة ساعتين في الشغل بتاعه ويرجع لبيته بعد ذلك، والله يعطيه الكثير وهو شاب قوي عفاه الله سبحانه. لما لا تستغل فراغك في طاعة الله سبحانه، لا يضيع وقت يروح يقعد على القهوة يصرف الفلوس إلا ربنا أعطاها له، يصاحب أصدقاء السوء يفسدونه ويتلفون ماله، يذهب إلى الملهى يتفرج بالليل على التلفزيون يتفرج على السينما، يضيع العمر في هذا اللهو الذي يحاسب عليه عند الله سبحانه، ويوم القيامة يجد نفسه قد خسر بأن ضيع عمره فلم يكسب فيه الكثير. فإذا اجتمع للعبد النعمتان صحة للإنسان وفراغ للإنسان فلينتهز هذه الفرصة أن يحصل العلوم الشرعية، أن يتقي الله سبحانه وأن يعمل بها وأن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر، فاليوم الذي يمر لن يرجع إليك مرة ثانية. حديث آخر لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض جسده وفي رواية ببعض ثوبه فقال اعبد الله كأنك تراه، كأنه أمسكه من كتفه أمسكه من يده أمسكه من ثوبه وقال له ينصحه. وعبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما كان شابا صغيرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عليه ينصحه النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمه. كان عمر عبد الله بن عمر في غزوة أحد رضي الله عنه استصغر فيها، كان صغيرا استصغره النبي صلى الله عليه وسلم، كان دون 14 سنة، ثم بعد ذلك كان يقاتل في سبيل الله سبحانه ودخل مجاهدا مع النبي صلى الله عليه وسلم عليه بعدها. هنا احنا بننظر للي عنده 14 سنة معيب صغير طفل صغير، لا نربي أولادنا على الرجولة على البطولة على القوة على أنه يعتمد على الله سبحانه وتبارك وتعالى ويثق في ربه. تلاقي الكثير ينظر لأولاده عنده 15 سنة أو 16 سنة أطفال لسه صغيرين لسه عيال صغيرين. هنا متى يعلمون العلوم الشرعية؟ متى يؤمرون بالمعروف وينهون عن المنكر؟ متى يجهزون لأن يكونوا جنودا لدين الله سبحانه وتبارك؟ فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يربيهم النبي صلى الله عليه وسلم على الشجاعة على حب الله سبحانه الثقة بالله سبحانه، يربيهم على الأدب العظيم. شوف عبد الله بن عباس اللي توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعنده 13 سنة يدوبه كاد يبلغ أو بلغ في هذا السن 13 سنة، ويعلمه النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك بسنين يعلمه وهو صبي صغير مع النبي صلى الله عليه وسلم. يا غلام يعلم احفظ الله يحفظ، يا غلام احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. طفل صغير يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أصول هذا الدين العظيم، احفظ الله راقب الله خف من الله سبحانه تبارك وتعالى، معنى حافظ على نفسك من أن تغضب الله سبحانه تبارك وتعالى. احفظ الله في أوامره فنفذها، احفظ الله في نواهيه فاجتنبها واحذرها، يبقى تحافظ على نفسك من أن تغضب ربك. يعلم الصبي وهو صغير فينشأ على ذلك يخاف من الله سبحانه وتبارك وتعالى. ولذلك عبد الله بن عباس كان يبادر في طاعة الله وفي طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صبي صغير يذهب لينام في بيت النبي صلى الله عليه وسلم الليل، حتى مش عشان يقوم يصلي مع الفجر، لا علشان يقوم يصلي معه قيام الليل مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. النبي صلى الله عليه وسلم ينام وتنام معه زوجته السيدة ميمونة وهي خالة عبد الله بن عباس، وينام معهما في الغرفة عبد الله بن عباس حتى يرى ما الذي يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم في قيامه بالليل، ويقوم النبي صلى الله عليه وسلم ويتوضأ ويصلي، وابن عباس يقوم بجوار النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ مثله ويصلي معه صلى الله عليه وسلم، ويقف خطأ مع النبي صلى الله عليه وسلم جاء فوقف عن في 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 غير المكان الذي يقف فيه المأموم فحوله النبي صلى الله عليه وسلم، أما يكون اثنين مع بعض يبقى الإمام في اليسار والمأموم في اليمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم
حوله لما وقف في العكس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم عن شمال النبي صلى الله عليه وسلم فحوله النبي صلى الله عليه وسلم عليه. يبقى هنا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس ومن معه إن مكان الإمام، الإمام في الشمال والمأموم إذا كان مفرد منفردة يكون في عن يمين الإمام. فلما عكس وقف مكان الإمام عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم أداره النبي صلى الله عليه وسلم عليه إلى الناحية الأخرى. يبقى هنا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس موقف المأموم الواحد مع الإمام، الإمام في اليسار والمأموم في اليمين. إذا كانوا اثنين يبقى خلف الإمام وأكثر من ذلك كذلك. يبقى علمه شيئا، قام مع النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، فلما كاد ينام بدت عينه تغفل وهو واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما حيصبر ازاي على هذه الصلاة وهو صاحي أصلا، ما نمشي بالليل عايز يراقب كيف يقوم النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمسك بأذنه يفتل ويقرص في ودنه عشان ما ينامش في أثناء الصلاة، يعلمه ما قالش عيل صغير خليه ينام في الصلاة ما عليهوش حال، هذه لا تجب عليه هذه الصلاة. ولكن طالما بتتعلم العلم الشرعي تعلم واصبر له. يذهب النبي صلى الله عليه وسلم مرة ليقضي حاجته، فإذا ابن عباس يبادر ويجيب كوز المية ويذهب ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم حين يخرج ليتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فيدعو له النبي صلى الله عليه وسلم أن يفقهه الله عز وجل في الدين وأن يعلمه التأويل. فكان عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه عالم هذه الأمة وحبرها رضي الله عنه. يا ترى اعتمد على الدعوة بس، على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وقال حينزل علي العلم من السماء؟ لا، العلم له أسباب. كان رجل من الأنصار أو شاب من الأنصار زميل لابن عباس رضي الله عنهما، ابن عباس كان يذهب إلى بيوت الصحابة يتعلم منهم ويحفظ الأحاديث، وهذا الشاب من الأنصار ينظر إليه، أنت ابن عباس هتعمل نفسك زي دول، فين أنت ودول؟ وأنت هيحتاج إليك الناس مع كسرة هؤلاء كل الصحابة دول الموجودين الكبار في السن وأنت بتتعلم، حد هيحتاج لك مع وجود هؤلاء؟ فيتركه ابن عباس ولا يلتفت إليه ويذهب ليطلب العلم. ويروي عن نفسه قل كنت أذهب إلى أو أسمع الحديث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأذهب إليه وأجلس على بابه، تبقى الرياح بتسف التراب وهو قاعد على باب الرجل ينتظر حتى يخرج الرجل، فيخرج الرجل ما يقلقوش ما يخبطش عليه باب ويقول له اصحى تعالى علمني هذا الحديث، لا لا، ينتظر لغاية ما الرجل يقوم ويذهب إلى الصلاة وابن عباس يستقبله في الشارع وهو جالس ينتظره، ويقول له الرجل ماذا يا ابن عباس، ايه اللي بتعمله يا ابن عباس؟ قال حديثا علمت أنه عندك عن النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عندك فحدثني. قال هل دعوتني فأتيت إليك؟ ده أنا جيلك لغاية عندك، أنت قريب النبي صلى الله عليه وسلم، أنا آتي إليه. يقول لا، ولكن العلم يؤتى إليه فيسمع منه الحديث ويحدث بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لغاية ما يصير ابن عباس عالما في هذه الأمة، يحتاج إليه الصحابة، ويحضره عمر رضي الله عنه في مجلس الشورى بتاع عمر اللي فيه أكابر المؤمنين من مشايخ قريش وغيرهم من المهاجرين والأنصار، وفيهم ابن عباس وله 20 سنة أو 24 سنة رضي الله تبارك وتعالى عنه. حتى إن البعض لا ينظر إيه أنت جايب ابن عباس معانا وإحنا عندنا عيال قده ابن عباس، فيقول هو من تعلمون ابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم والذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم والذي هو على العلم على ما هو عليه رضي الله عنه، ويسألهم عمر سؤالا ما يعرفوش الجواب ويسأل ابن عباس فيجيب عنه في سورة إذا جاء نصر الله والفتح. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إيه التفسير بتاع هذه السورة؟ فكل منهم يقول بما هو ظاهر في هذه السورة، ويقول لابن عباس ما تقول يا ابن عباس؟ فابن عباس يقول إنما هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم منه ما بعد عن هؤلاء الأفاضل رضوان الله تبارك وتعالى عنه، قال دي علامة علامة، وصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى أنها علامة بينه وبين ربه سبحانه. إذا فتح الله عز وجل الفتوح للنبي صلى الله عليه وسلم فتح له مكة، جاء نصر الله والفتح، استعد للموت، استعد للموت، كأنها علامة للنبي صلى الله عليه وسلم أن يستعد للموت
بتسبيح الله سبحانه وكثرة الاستغفار، لذلك بعد نزولها كان أكثر ما يذكر في صلاته سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يقول عمر رضي الله عنه: ما علمت منها إلا ما علمته، هو لنا أعرفه إلا أنت قلت هذا الشيء في معنى هذه السورة ومعنى هذه الآية. هذا ابن عباس رضي الله عنه استغل وقته، لم يقل أنا صغير وهؤلاء الكبار ما حدش هيحتاج لي، لا، الكبير بيموت في يوم من الأيام والصغير يكبر ويحتاج إليه الناس، لذلك انتهز عمره واعتمد على ربه سبحانه فتعلم وبذل بعد ذلك، وكان له مجالس عجيبة في العلم رضي الله عنه، فيحضر إليه طلبة العلم يطلبون تفسير القرآن، يجلسون ويأخذون منه ما شاء الله ثم ينصرفون، وينادى على غيرهم فيحضر من يطلبون حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيحدثهم ابن عباس ثم ينصرفون، ثم ينادى على من يطلب أشعار العرب وعلوم اللغة فيأتون ابن عباس ويتعلمون منه ويخرجون وعلوم وعلوم من ابن عباس، فكان يلقب بأنه حبر هذه الأمة رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا ابن عمر رضي الله عنه الذي في هذا الحديث وهو شاب صغير، فالنبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بثوبه أو بكتفه أو بيده ويقول له صلى الله عليه وسلم: أعبد الله كأنك تراه، أعبد الله، يعلمه هو وغيره أن عبادة الله ليس فيها رياء، ولكن تعبد الله سبحانه كأنك ترى الله أمامك سبحانه وتبارك وتعالى. إن رأيت الله أمامك، هل يتخيل من العبد إنه ممكن يلتفت عن الله سبحانه، إنه ممكن يقع في المعاصي وهو يرى ربه سبحانه؟ هذا مستحيل. يقول لك تخيل نفسك على ذلك أنك ترى ربك، أقبل على ربك وابتعد عن المعاصي، أعبد الله كأنك تراه. وقال لنا في الحديث الآخر: فإنك إلا تراه فإنه يراك. إذا كنت أنت لا ترى الله وهو غيب سبحانه ولكن هو يراك، يبقى ثق في ذلك أنه يراك واستحي من الله سبحانه تبارك وتعالى. قال: وكن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كن في الدنيا كأنك غريب، الغريب المسافر إلى مكان ما بيشغلش نفسه بمتاع هذا المكان، ما بيشغلش نفسه بالتربيط مع الناس اللي في هذا المكان، يصادق فلان ويصادق فلان ويصادق فلان وينشغل عن دينه وينشغل عن أمر الله. الغريب بيبقى عايز يخلص الحاجة اللي هو مسافر إليها، مسافر في التجارة، مسافر في عمل، مسافر في شيء عشان يرجع إلى بلده. فكأنه يقول لك إن بلدك الحقيقية هي الجنة، الجنة هي بلدك، وأنت في هذه الدنيا غريب مسافر، فانتهز هذه الدنيا تستغلها لعمل هذه الجنة. كن في هذه الدنيا كأنك غريب في غير أهله، يريد أن يرجع إلى أهله فيبادر ويسرع، فإن أردت أن ترجع إلى الجنة فبادر بالعمل ولا تركن إلى هذه الدنيا ولا تضيع عمرك فيها. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.